السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معايا أخواتي. المهم اليوم غادي نعطيكم واحد البخور اللي كنديروه في عيد المولد النبوي. ونيت واحد السيدة كتبت لي في التعليق، قالت لي عافاك بغيت داك العود، بغيت داك البخور اللي ريحته طيبة في عيد المولد النبوي، عافاك عطيني داك البخور اللي كديرو في عيد المولد النبوي. المهم انا غنعطيكم دابا هاد البخور انا عندي راه مخلط. دابا واخا نوريكم هنايا انتم راه ما غتفهموش كل شي حاجة، غتفهموها شي حاجة ما غتفهموها شي. المهم اخواتي انا غادي نقول لكم غنقول لكم الاسماء باش تبقاو عاقلين عليهم، حتى الا مشيتو عند العطار او للعشاب هو غادي يعطيكم هادشي اللي غنقول انا، غادي تقيدوه وغتمشيو عند العشاب وغادي تعطيوه ليه، غادي تعطيوه الاسماء وهو غادي يعطيكم كل شيء، يعني اي عشاب راه عنده هادشي. المهم اخواتي انا غنقول لكم وانتم غادي تقيدوا. المهم عندي هنايا كاين عندي هنايا سرغينه في الالوان، هي هذه يا اما تكون في الالوان يا اما تكون هكاك بيو، تكون بيضاء بيو ماشي مشكل. المهم يا هكا يا الاخرى ماشي مشكل. وعندي هنايا الجويات، عندي الكحل وعندي الابيض وعندي الابيض وعندي الاحمر، هادو الجويات بثلاثه. انا قلت لكم الجويات بثلاثه، الابيض الاحمر الكحل، وقلت لكم هادشي اللي قلت لكم دابا. وكاين هنا عاوتاني داك العود الاحمر، كاين هنا داك العود الاحمر راه مخلط هنا، كاين العود الاحمر وكاين العود الوسقي، هادو بجوج، كاين العود الاحمر وكاين العود الوسقي، وكاين السندروس. المهم كاين هنايا السندروس، انا هنايا هاد التباخيره هذه هي انا راه هي بقات ليا، انا كنجيب بزاف، عرفتي ملي كتلقوها في البيت ما شاء الله والله العظيم الا فيها واحد الريحه طيبه. المهم اخواتي غنعاود لكم من الاول، عندي هنايا الجويات بثلاثه، الاحمر الكحل الابيض، ومن موراها عندي العود الوسقي والعود الاحمر، هادو جوج، ومن موراها كاينه سرغينه، ومن موراها كاينه سندروس، ومن موراها كاينه سرابان، والمستاكه، ولبن الدكر، والمسكة الحره، وعود الصليب. صافي هادشي هو اللي كاين هنايا. دابا انا قلتها لكم، يعني دابا راه يعني قلت لكم هادشي كله، دابا راه مفهوم هادشي اللي قلت لكم انا، راه مفهوم هاد البخور دابا كامل. ملي كيتجمع كيسقيه لكم بالعود. دابا مول البخور اللي غتشلو منه، ملي غادي يجمع لكم هاد البخور كامل غادي تقولوا ليه يسقيه لكم بالعود. الريحه المهم الريحه غادي يقول لكم هويا واش نسقيه لكم باللميعه، الا قولوا ليه سقيه لنا بالعود، لان اللميعه كدار في داك البخور اللي كيكون حار ماشي في البخور اللي كيكون حلو. هذا ما شاء الله عرفتي راه فاش كديروه، ما شاء الله عرفتي راه كيطرق تيطرد الطاقه السلبيه من الدار، اقسم بالله زعما ودرتو عرفتي ديك الريحه ديالته ما شاء الله. المهم يسقيه لكم بالعود، ما تقولوش ليه سقيه لنا بداك هذا، الا بالميعه، الا بالميعه راه كتجي بداك البخور اللي كيكون حار. المهم اخواتي هذه هي اللي غادي تدير، انا حاطه هنايا ولكن راه كتعطيني ديك الريحه ما شاء الله، كتعطيه ليا بحال هكايا. واللي بغات تشري عاوتاني العود داك العود الحقيقي حتى هو تشريه، لان النبي صلى الله عليه وسلم راه كان ديما كيتبخر بداك العود، الا كان داك العود يعني حقيقي. كاين اللي كيجيبو من الامارات، كاين اللي كيجيبو من السعوديه، داك البخور كاين اللي كيجيبو من الحج، بحال دابا اللي كيكونوا العيالات جايين راه كيجيبوه من الحج هذاك البخور داك العود الحقيقي. اما عندنا هنايا راه ما نعرف تلقاو داك العود الحقيقي، ولا ما تعرفوه كيكونوا هذاك العود تيكونوا الذهبيه هما اللي تيبيعوه، هذاك العود الحقيقي غتمشيو عند الذهبي وغادي تقولي عافاك واش عندك العود، وهذوك هما تيجيبوه من الامارات او لا شي حاجه كيبيعوه. المهم العود الحقيقي تيكون عندي مازال العطار، الا كنتو كتعرفوه يقدر يعطيكم، الا كنتو كتعرفوه يقدر يعطيكم هذاك العود اللي كيكون مزيان،
الا كان موجود عنده ما كانش مترافيكي. لحقاش دابا راه كيشدوا العود وكيحطوه في الريحه وتيخليوه حتى كتشرب ديك الريحه وكيهزو كيقول لك حكا هذا راه هو العود، هو راه ماشي عود هذاك، هذاك راه غير غتصينو في الريحه وجاب دينو. بحال دابا انا كنمشي عند مالين الذهب تيكون عندهم هذاك العود المزيان، كناخد من عند مالين الذهب. داكشي اللي بغيتي انت داكشي اللي بغيتي انت كيعطيوه لك، ماشي مشكل. حتى هذاك تيتطلق نهار العيد ما شاء الله، ومع هذا البخور. المهم راش غنقول لكم، راه غير هذا البخور تبارك الله راه فيه تبارك الله، راه كتطلق ديك الريحه راه عرفتي والله العظيم الا اش غنقول لك، ما شاء الله كي كتولي الريحه ديال الدار كتولي ما نقول لكمش، كتولي واحد الريحه والله العظيم. المهم انا دابا قلت لكم الاسماء، يعني الاسماء ديالهم ماشي مشكل نعاودها لكم. المهم قلت لكم الجويات ثلاثه، يعني البيض والكحل والاحمر. ملي غتقول لهم الجويات غادي يقول لك كاين، وسرغينه هذه اللي كتكون ملونه، او لا سرغينه اللي كتكون غير بيو بحال هكا، يعني ما كتكون غير عواد ما عليهاش، ماشي مشكل. كاين العود الوسقي وكاين العود الوسقي وكاين العود الاحمر. ها هو تيبان لكم داك العود الاحمر هنايا، وكيبان لكم العود الوسقي هنايا. ومن موراها كاينه السرغينه. المهم سرغينه انا قلتها لكم. ومن موراها كاينه السندروس، وكاينه صلابان هنايا، كاينه صلابان هنايا، وكاين المستكه، وكاين اللبان الذكر، وكاين المسكه الحره، وعود الصليب. صافي هذه هي البخور الزين اللي كي اللي يعني كنطلقوه في الديور ديالنا. هذا هو البخور يعني الحقيقي اللي كنطلقوه في الدار ديالنا. انا دابا قلت لكم السميات كاملين، وراه كتشوفوا هنايا بحال كيلمع هنا، ديك هنايا راه مرشوش بديك بداك سميتو بسميتو بالعود. هنايا راه مرشوش بداك العود، هو تيبقى يشد هذيك القرعه وكيبقى بحال هكايا يرش هاد سميتو هاد الاعشاب كامله، ماشي الميعل. الميعل اللي راه كدار في البخور اللي كيكون حار، هنا كنديروه سميتو. صافي المهم اخواتي هذا هو يا البخور اللي غادي نعطيكم اليوم. راه تبارك الله نهار بحال دابا مثلا الليله اللي غادي يتزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بحال دابا مع الفجر، مع ديك الجوه ديال الفجر، راه كاين الناس ديال بكري شنو كانوا كيديروا ملي كيصلوا الفجر وكيساليو بحال هكايا، كيبداو يزغرتو في ديك الوقيته اللي تزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تيبداو العيالات يزغرتو، تيقول لك راه في هذه الوقيته فاش جداد النبي صلى الله عليه وسلم في هذيك الوقيته. المهم اخواتي هذه انا غير قلتها لكم، ربما ديروها. المهم حنايا بعدا كنا تمكنات كنا كنشوفوا هكايا بحال هكا الامهات ديالنا وداك الشيء كانوا بحال هكا كيبقاو يزغرتو في هذيك الليله. المهم هذيك الليله ان شاء الله بديك سميتو بديك الوقيته مادام صليتي ساليتي في ديك الوقيته عليها كيتزاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا اشنو غادي نقول؟ اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله والقائل ما ضاق امر الا وفرجه الله. صافي غادي نقرا على هاد سميتو هاد الاعشاب كامله هكايا، وغادي نطلق داك البخور والريحه ديالته والله العظيم الا الريحه كتحمق. انا قلتها لكم دابا، ومني غادي تدوا ديك الريحه وغادي تشموها عرفتي والله العظيم ما شاء الله. المهم غنعاود لكم انا هذا الدعاء. دابا صلينا الفجر وسالينا وصافي وقلنا الاذكار وكل شيء، ومن بعد بحال هكايا بغيتي تزغرتيها واخا غير في الدار هكايا ما يسمعك حد ماشي مشكل. المهم اخواتي بحال هكايا ونقول هذا الدعاء. اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله القائم بحق الله والقائل ما ضاق امر الا وفرجه الله. هذه غادي نقولها 21 مره وانا كنقرا هذا الدعاء 21 مره في ديك الليله اللي غادي يتزاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. غادي نقول هذا الدعاء في 21 مره اللي غادي نقوله، ومن بعد هذيك الساعه غنبقى نقول يا رزاق يا وهاب يا ناصر، 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 يا رزاق يا وهاب يا ناصر. صافي هكايا المهم كنجبد ديك الطاقه السلبيه، ديك الطاقه الايجابيه راه مشات، كنجلب ديك الساعه الطاقه الايجابيه عندي. وان شاء الله فيه هاد البخور مني غادي تشريوه في هاد العيد خليه عندكم، ومره مره هزوا واحد شويه وطلقوه. بحال دابا مثلا كل سيمانه، بحال دابا مثلا هكايا في ديك الجمعه نهز واحد شويه ونعاود نطلقو ثاني عندي في الدار، وديك الريحه كتكون ما شاء الله ما نقول لكمش. وهنا اخواتي غادي نكون عطيتكم انا واحد البخور اللي هو زوين ومفيد وغادي يبقى عندكم دائما، ومني غتلقوه في الدار يعني غتحسوا بواحد النشاط بواحد الارتياح
مع هاد الاعشاب غادي تحسوا بواحد النشاط وبواحد الارتياح. زعما ما نقول لكمش، المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله باش تاخذوا هذا البخور، راه اش غنقول لكم راه ما غاليش، غتعطيوه 400 ريال، 400 ريال يعني بلا ما يزيد عليكم تبقاو تقولوا راه غالي او لا شي حاجه، اعطيوه 400 ريال، ماشي غيعطيكم غير هادشي، غادي يعطيكم اكثر من هادشي. انا راه دايره في واحد القرعه، دايره في ديك القرعه وسده عليه، يعني كل مره كنجبد واحد شويه وكان كنلوحو كنبخر به، دابا هذا عندي انا راه مازال كنبخر به بحال هكايا. المهم اخواتي دابا نتوما غادي تشريو في العيد ان شاء الله، غادي تشريو هذا الشيء، ما حد العيد باقي ما وصلش، صافي غتقراو على ديك القرايه كامله وغتخليو عندكم في الدار. المهم غتتبخروا من ديك الليله صافي، وغادي يبقى عندكم في الدار صافي، وفين ما بحال هكايا الجمعه اولا شي حاجه هكايا الجمعه ديك تقرب ديك الوقفه ديال الصلاه نطلق واحد شويه، راه يعني ما شاء الله كتعطي بواحد الريحه ما نقول لكمش، والله القسم ما نقول لكمش واحد الريحه. كنتمنى اخواتي يعني باش ما تبخلوش على هذا البخور اللي قلت لكم انا، المهم انا قلت لكم السميه وعاودتها يعني بلا ما نعاودها لكم، كنتمنى ان شاء الله ديروها وتخليوا عندكم هذا البخور، وراه تبارك الله فيه قبول، فيه قبول، فيه تبارك الله بزاف ديال الحوايج، فيه تيسير الامور، فيه بزاف ديال الحوايج. المهم اخواتي كنتمنى ان شاء الله نكون فدتكم بهذا الفيديو، شكرا والى الملتقى ان شاء الله.